تسمح لي. طبعا. الاحتلال نعم، الاحتلال للعلم أن يعني العراقيون قاوموا الاحتلال، نعم، ولم يرضوا بالاحتلال أبدا، والاحتلال اضطر في عام 2011 أن ينسحب من العراق. صحيح. ولم ينسحب إلا بعد أن ألجأته المقاومة. يعني المقاومة للانسحاب. صحيح. ولذلك صحيح. أنا أقول أن الشعب العراقي الغيور الذي لا يرتضي أن يعيش في ظل الاحتلال استطاع بعد ذلك أن يؤسس لعراق تعددي ديمقراطي فيدرالي. صحيح. هذه التجربة حقيقة تجربة فريدة في عالمنا العربي. وطبعا في عهد الديمقراطية هناك تعددية حزبية، وهناك تعاطي سلس للسلطة، كل 4 سنوات يأتي صناديق الانتخاب يعني تنتج حكومة جديدة، رئيس جديد ورئيس حكومة وبرلمان. فطبعا يعني هذه لو درست التجارب الديمقراطية لكل البلدان بما في ذلك الدول العريقة في الديمقراطية لوجدت أن البداية تكون صعبة. بالتأكيد. البداية فيها بالتأكيد. تعقيدات، وأحيانا يعني هناك تخوض حروب. الولايات المتحدة خاضت حرب بين الشمال والجنوب. لا صحيح معك، بس هو السؤال هنا، أمريكا خرجت ربما عسكريا 2011 نعم. أو 2012 من العراق كما تفضلت حضرتك، لكن هل خرجت سياسيا؟ أنا فاهم سؤالي طبعا. نعم سياسيا الحقيقة أن خرجت عسكريا كما قلت، أما سياسيا ف يعني العلاقة الآن بين العراق وأمريكا، يعني العراق لم يتنازل أبدا عن قراره السيادي، والولايات المتحدة اليوم تقف مع العراق في مواجهة الإرهاب، وهي تقود تحالف دولي انخرط في هذا التحالف العشرات من الدول، ودعمت العراق جويا وتسليحيا ومعلوماتيا وتدريبيا، ولكن الذي يقاتل على الأرض هم العراقيون وليس غيرهم أبدا، وبهمة وتضحيات وبطولات العراقيين استطعنا من دحر أشرس عدو عرفه العصر الحديث. نعم. فاليوم داعش تلفظ أنفاسها الأخيرة في العراق، وفي هناك فقط منطقة في أقصى غرب محافظة الأنبار على الحدود السورية، وخلال أيام قليلة ستنطلق عمليات تطهير هذه المنطقة إن شاء الله. دي آخر وهذا تمركز؟ وبذا نستطيع القول أن العراق يغدو نظيفا من دنس هؤلاء الإرهابيين المجرمين. تمام.